شيخ محمد، والله عندي سؤال واحد بغيت اسالك اياه. تفضل. سؤالي هي ان عندي زوجتي الله يخليك عندها دوره مش منظمه، فدائما تجيها كل يوم وكل اربع ايام، فهي صراحه يعني مستغربه تقول انا ما ادري اصوم ولا لا. هذا اول مره يصيبها مثل هذا الاضطراب ولا من قبل ايضا؟ لا والله من قبل، هي عندها دوره يعني مش منظمه، دائما مخربطه. طيب الطبيبة هي لما ما ذهبت لطبيبة سألتها عن هالأمور؟ والله هني راحت حق الدكتورة فقالت لها لازم تأخذين حبوب وكذا. بس يعني الأدوية هذه ما اشتغلت معها. عموما ما والله هي يعني شوية دائما تفكر تقول ما أدري إيش أسوي، وهي يعني تبي تصوم. عموما محمد، هناك عند الطبيبات حبوب تعالج مثل هذه الأمور، تنظم الدورة عند المرأة، فإذا تيسر أنها تأخذها ترتاح في هذا. الأمر الثاني، إذا كانت المرأة يعني ينزل معها الدم مرارا خلال الشهر، ويعني ليس في وقت محدد كما جرت عادة النساء، لا بل مرارا ينزل منها خلال الشهر، ففي مثل هذا الحال إذا كان ينزل أياما معينة من الشهر بصفة دم الحيض بلونه ورائحته وغيره من الصفات التي تعرفها النساء، فتعتبر هذه الأيام هي أيام حيضها فقط، وغيرها تعتبرها أيام استحاضة. أما إذا كان كل الدم على هيئة واحدة، فإنها إذا كان قبل أن يصيبها هذا المرض، إذا كانت دورتها منتظمة فتنظر، فإذا كانت الدورة مثلا كانت من 5 إلى 12 من الشهر فتجعلها كذلك في هذه الأيام التي بدأت الدورة طوال الشهر معها. أما إذا كانت غير منتظمة من قبل منذ أن عرفت نفسها، فتحدد 7 أيام من أول الشهر أو آخره بحسب ما ينزل عند أمها، ويعتبر هذه أيام حيضها، فإذا انتهت تغتسل ثم بعد ذلك تقيم صلاتها وصومها.